والله مغلب حالك يا ابو ادم، وجايب كرتونه وعامل علامه استفهام وحاطط صورتك يا صور شعر القناه وقالب الكرتونه وعامل فتحات وقش. يلا ده احلى. وبالاخر ايش؟ باي باي. تمام يا جماعه الخير، زي ما شايفين هذه هي الميه تبعتهم، وهذا هو المضاد الحيوي. صراحه مش متوفر عندي الفلاجين، فهناخذ المضاد الحيوي وحنفتحه بالشكل هذا، حنحط شوية أو قليلا منه زي ما شايفين، وحنرجع نسكرها ثاني على أساس إن إحنا نستخدمها مرة ثانية لأشي ثاني، لأن كمية كبيرة كثير. تمام، هنرجعها ثاني. خلصنا. تمام، بعد ما أخذنا شوية فلاجين زي ما شايفين، هنقوم في وضعه للكتاكيت اللي ولا عبالهم أساسا. خدوا الكل حذر تقريبا نسبة اللي هو التحذير، انه الكل حذر اجابة صحيحة 85%. فحنفتح اليوم الكرتونة ونشوف ايش فيها من الطيور، وحنتعرف على الطيور اللي احنا جبناها. تقريبا من العنوان اكيد كلكم عرفتوا. تمام يا جماعة الخير، جبنا طيور هراتي او هندي، دجاج هندي. ففي الفيديو هذا ان شاء الله هنفتح الكرتونة ونشوفه وكيف بدنا نستقبله، لانه كل طير احنا بنجيبه من السوق او من اللي هو بائع اي مزرعة ثانية لازم احنا نستقبله على مضاد حيوي، او نستقبله على اللي هو في نوع ثاني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. للمعدة هو اظن فلاجين. فان شاء الله الحلقة تعجبكم، وبنفس الوقت حنشوف رد فعل ادم وامير. انا صراحة في الفيديو مصور انه طلعوا، فحقسم لكم اياه على قسمين، قسم ثاني يوم بعد ما يرجعوا من عند بيت جدهم. فايش مستني؟ زي ما تعودنا اربط حزمة الامان وانزل تحت واشترك في القناة وفعل تنبيه الجرس الفاقب حزين لصدق كل جديد، وخلنا نروح وليس جو. طبعا جماعة الخير، زي ما شايفين هذول هم حبتين التنتين سود واسم الله عليهم. خلنا نحاول ان نطلعهم عشان نشوفهم اكثر. زي ما شايفين هذه اعلى من اختها لانه شكلها اكبر منها بخمس ايام او اشي، تقريبا عمرهم شهر ونص ما شاء الله عليهم. الاشي عندهم ما شاء الله بس صغار. طبعا هذا بوصل احجام الذكور، بتوصل له يعني علي، وبتوصل حجم يعني مرتب وحلو على هواء السلاله تبعته. طبعا هذه السلاله مش انقى سلاله موجوده في السوق او في المنطقه عندي، في بيقولوا عنها سلالات يعني درجات، درجه اللي هو درجه اعلى درجه اعلى، كل ما كان العرف او الوقفه او الشكل تبعها بتصنف له يعني كذا صنف نفس النوع، ولكن زي البراهمه. في منه انواع وفي منه يعني بتصنف درجات. خلينا نشوفهم عن قرب اكثر ما شاء الله عليهم. طبعا بالنسبه للاخوه العراقيين لقيتها يعني هديو، لانه كثير كثير قال لي يا ابو ادم جيب الطير هذا، كثير 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 منكم قال لي يا ابو ادم جيب الطير هذا جيب الطير هذا، فهيني جبته. فان شاء الله ترقبوا قبل ما اجيب له اللي هو ذيك او اخو لهم، ونشوف ايش نسوي فيهم. ما شاء الله عليهم صراحه، هذا النوع لسه جديد يعني عندي في المزرعه، او ما ربيتهوش قط يعني، انا ما جبته قط. طبعا بالنسبه للاخوه اللي قال لي يا ابو ادم فرجينا المكان السري، هذا هو المكان السري. ايش بدك تشوف فيه؟ الله يعزك زبايل، هذا المكان السري بحط فيه اللي هو زي ما انت شايف شكرات علب، اللمه تبعت اللي بتكون الزايد او الاوساخ تبعت الطيور بتلاقيني بحطها هنا، بحطها في المكان السري، وبقوم في اخذ واحط تحت الاشجار عشان مثمره يعني فيها ثمار، وفي طاووس اكل الشجر. و الله انت امشي 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 على البيت، يلا 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 يلا. يا جماعة الخير، زوج الطاووس هذا المعروض للبيع، اللي حابب انه هو يشتريه يتواصل معي تحت التعليقات. حقه تقريبا 450 شيكل، هذا هو ما شاء الله عليه، بضل يسهينا ويطلع، وانا مش عارف ايش اسوي. بحب ان انا اطلع الحمام، بحب ان انا اطلعه يعني ياكله شويه في الارض، فهو ايش بطلع معه. وين راح الكتاكيت؟ خلينا نحط لهم شويه خيار، صراحه في هاني خيار، خلينا نحط لهم شوية خيار بالكيس ونشوف هل بتفاعلوا معنا. المكان السري راح يا جماعة، تعال شوف. يلا شكلهم مش متدربين انه حد يطعميهم او خايفين مني. طبعا مع الايام يعني حيتعود علي ان شاء الله. بحبوش الخيار، خايفين.
تمام. خلنا ناخذهم يا جماعه ونحطهم في البيت. مش عارف صراحه وين احطهم، في انه بيت يا هذا يا هذا. خلنا نظبط اموري وارجع لكم. والله مغلب حالك يا ابو ادم، وجايب كرتونه وعامل علامه استفهام وحاطط صورتك وشعار القناه وقالب الكرتونه وعامل فتحات وقش. يلا ده احلى. وبالاخر ايش؟ باي باي. تمام يا جماعه الخير، زي ما شايفين هذه هي الميه تبعتهم، وهذا هو المضاد الحيوي. صراحه مش متوفر عندي الفلاجين، فحناخذ المضاد الحيوي وحنفتحه بالشكل هذا. حنحط حنقدمه، حنحط شويه او قليل او قليلا منه زي ما شايفين، وحنرجع نسكرها ثاني على اساس ان احنا نستخدمها مره ثانيه لاشي ثاني، لان كميه كبيره كثير. تمام، هنرجعها ثاني. خلصنا. تمام، بعد ما اخذنا شويه فلاجين زي ما شايفين، حنقوم في وضعه للكتاكيت اللي ولا عبالهم اساسا. خذوا، نازلين بياكلوا من الديدان. طبعا هذا الفضلات الطيور بتيجي اللي هو الديدان عليها، فبنقبوا قاعدين وبياكلوا اللي هو الفضلات هذه، او بينقوا الديدان كبروتينات. ما في اي مشكله يا جماعه الخير، ما بأثر فيهم ولا شيء، بل بالعكس بديهم اللي هو بروتينات وبزود اللي هو حاجات عندهم. تمام، ادخل يا حج، ادخل ادخل. الشجر خلص. وين وين حج يا بوس بوس؟ الله بموتك، هتيجي تاكل العصافير السمان والحمام. فوت واسمع الكلام انت وحجه غطاطه. تمام، ايش كنت بدي اقول لكم؟ بالنسبه يا جماعه الخير للبيت اللي بدنا نحطه فيه، انا صراحه شايفهم يعني اسم الله عليهم، ما فيهم لا رشح ولا انفلونزا، فمش عارف صراحه حمسكهم، مش عارف كيف رد فعلهم، هل حيشردوا يفلقوا؟ مش عارف صراحة. هذه بتغلب، هذه السوداء مع الأحمر بتغلب، ولكن الثانية أختها عاقلة وما بتغلب زيها، فهحشرهم هيك حشرا وأهجم عليهم. مش حسيبك، مش حسيبك، تعالي يحكوا اللي بدهم. هي بتضرب فيا والله، إيد واحدة يا جماعة الخير بصوره، في الإيد الثانية ماسكهم. أدخل يا جماعة الخير. فأنا قررت إن أنا أحطهم في البيت هذا. طبعا هذا هو واحدة، وهذه الثانية ماسكها من جناح الثاني. والله هذه بتضرب فيا يا جماعة، هذه ضربتني يعني نقرتني، والله نقرتني، مش عارف صراحة نقرتني وضربتني. تمام يا جماعة الخير، زي ما شايفين هذا هو الدجاج المقاتل الهراتي أو الدجاج الهندي، مش عارف إيش بسموه عندكم في بلدكم. وشفتوا كيف كانت تتهاجم فيا، وكل كل الهيئة يعني بدل إنه دجاج هراثي. تمام، حطينا له المضاد الحيوي في المية وحنستقبله عليه أول 4-5 أيام قبل ما تفضى، وبعدين حغيرها في مية عادية وخلاص. قمت في نقله في البيت هذا، كنت بدي أنقله في البيت اللي غاد، ولكن نقلته هان عشان يكون بلعيني أشوفه، أشوف حالته، لأنه زي ما بتعرف إنه أنا يعني بقعد في الأرض، بقعد هان في الأرض في الليل، وبأضوي اللي هو الضواي، ضوء أزرق وضوء أحمر وضوء أخضر، فبتكون في الليل الأرض كثير ساحرة، منظر كثير حلو ما شاء الله. فحطيته ببالي هان على أساس أن أنا أدرسه هل مريض أو إشي. صراحة الله يعني صراحة بسم الله ما شاء الله، اسم الله عليه، يعني ما في ولا رشح ولا يعني. ها نضلنا هيك شوية ثواني عشان نشوف هل بعطس رشح إشي، يعني ما رشح ولا عطس ولا إشي. بالنسبة لهذيك رقبتها منتوفة، مش انه هي قرعة، لا منتوفة نتف. ثواني، اقرب اقرب اقرب. زي ما شايفين ما عطس ولا حبيت انه انا اكمل الفيديو اللي انا بديته معاكم في الصندوق اللي كان فيه الطيور الجديدة. فادم ومين لسه ما شافوش وعمال روحوا، هذا ثاني يوم، فحنفرجيهم الطيور الجديدة. وصراحة الناس بتطلع عليهم قاعد ادم مش عارف شو هم. يلا تفضلوا تعالوا نشوف، يلا قوم قوم نشوف. طبعا قاعد بتطلع عليهم ومستغرب، هذول هم الطيور الجديدة يا بابا. هذا اسمه هراتي، دجاج هراتي. دجاج هراتي. عرفت ايش اسمه؟ دجاج هراتي، دجاج هراتي. هذا مقاتل، بس للأسف هذول أناثي، بدنا ذكر لإلهم. هاي يا ادم، بدنا نجيب لهم ذكر. ايش بتسوي؟ بدك تفتح الباب؟
سيبو 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 اسمع بدنا نطعم اللي هو الدجاج هذا ونشوفه اكثر. طبعا ادم جاب لهم اللي هو الطعام وحيشوفوهم اكثر وحيمسكوهم. صراحه عادي، هو دجاج عادي ولكن نوعه نوع مقاتل بس مش اكثر. يعني هو تقريبا باعمار اللي عندي الدجاجيات او الكتاكيت الصغيره هذه، ولكن بس هو بيختلف السلاله والنوع، يعني نوعه مقاتل. حط لهم اشوف، يلا شوف بياكلوا من ايدك. متعودين؟ الله والله متعودين. الله يا جماعة الخير متعودين يأكلوا من الإيد. واحد 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 واحد. بدك تمسكها؟ قرب الأكل اللي عندك، مش قربه هيك فبيجوا عندك، في عندك مساحة كافية إنه أنت تمسكه. جدع. يلا هاتوا نشوف. هات أشوف. قوم قوم قوم. قوم أشوف. هات اشوف هراتي. طبعا هذا هو الهراتي يا جماعة. فرجيناكم اياه. طلع كيف شكله انت عامل؟ الله. طلع كيف شكله؟ بطنه. ايش مال بطنه؟ امسك. استنى هيو جاك، يلا هيو جاك. ها ها ها، يلا غف عليه. بقول له غف عليه، بغف عليه، غف عليه، يعني غف هيك امسكه مش هف عليه. روح امسكه، هات الصيادة وامسكه. عندي مشيته ما في معي، خليه يروح يشتغل. ما كل شيء تسوي. سمعوا في صيادة. لا اله الا الله. يلا القف علقت في الشجر، القف تبعك انت الثاني. والله ما لها الف لازمه، كان حشرته هيك. ايوه كسرت الشجر حبيبي. انا هلقيت بمسكها، انا بمسكها. اوعى اوعى اوعى. ايوه قفلي هنا، خذ امسك. يلا رجع الصياد، اروح رجع الصياد. هات نشوف شكله. طيب خربتي علي. تملى مية، ما هو توي تملى مية من غاد لما الشجرة. تعال نشوفه اكثر، امسك نشوف. انت مش بدك تمسك الصيادة بس، امسك اشوف. امسك حسس عليه. مش عارف كان يعض، ليش بطل يعض؟ كان نفسي يعضك من ايده. لا مش هذا، هذا لا مش هذا اللي بعض. لا لا مش هو. مين اللي مين البعض؟ عضك؟ والله بعض. جيب ايدك يا امير، امير جيب ايدك. هات شوف، هات شوف. يا عم مش ماله، امسك اشوف. اشمعنى انت بعضك واحنا لا؟ خلاص يلا مش نرجعهم. يلا يابا نجيب لهم الأكلة تبعتهم هذه هي. يلا حط لهم الأكل هان. دير يا عم فلفل. يلا حط لهم إياه وطلع لهذه، حط لهم إياه. يلا لا جوا غاد. يلا بالهنا والشفا. تمام جماعة الخير، الحمد لله صار عندنا دجاج هراثي. نتمنى انه يعني ربنا يوفقنا فيهم ونجيب
ذكر لإلهم. وزي ما قلت لكم احنا حاطينهم هان ك يعني نشوفهم هل فيهم امراض اشي. صراحة هذا ثاني يوم وما في ما بين عليهم ولا عطس ولا اشي. طبعا هي بس هذيك مصدومة لانه احنا مسكناها بس مش اكثر. هل قد حتتفاعل بس عشان احنا مسكناها واجى عليها شوية مية على ظهرها. يا جماعة الخير كنا عاملين فيديو حتشوفوه ان شاء الله حينزلكو في الايام القادمة. حطينا كل الطيور هان واجت المية عليهم شتت يعني الشتاء وهيك فتملوا مية. وطول ما طلعناهم الشجرة ديك لا شوف في مية بس. لا يا بابا يلا اطلع اطلع عشان نخلص مع المتابعين. يلا بابا. وهذه هي كانت رد فعل آدم أمير على الدجاج اللي جبناه المقاتل الهراتي الهندي له كذا اسم. وبس كف كف. وبهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه الجرس الفاقب عشان ينزلك كل جديد. حبايبي طنش عليكم يوم غير السامع أكثر من الصلاة على النبي. اذكروا الله يذكركم. استغفر الله يغفر لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.